بسم الله الرحمن الرحيم. هي جامعة الدول العربية تؤكد من خلال تبنيها رعاية هذا المحفل الإعلامي الكبير وتستضيف ربوعها الفسيحة نخبة من المبدعين في كافة المجالات الإعلام والثقافة والفن، لتؤكد بذلك إيمانها الكامل بأن تحقيق الأهداف الكبرى لا يتأتى إلا بتسخير الأدوات المختلفة، وأن العمل ضمن الإطار السياسي وحده لن يؤتي ثماره دون توظيف الوسائل المؤثرة التي تخاطب العقل والوجدان. لذلك فإنها اليوم تؤكد فعلا لا قولا استراتيجيتها الطموحة وتوجيهها الجديد في التعاطي مع الإعلام برؤية مختلفة أساسها الثقة والتحفيز لتأسيس مشروع إعلامي عربي جديد يعبر عن قضايانا ويبرز الجانب المضيء فينا ويصحح الصورة المغلوطة التي شوهت الحقيقة، ونعلن من خلاله عن قيمة تراثنا الإنساني العظيم وفننا العريق وعن ثقافتنا الثرية التي أضاءت ظلام العالم وأضافت للإنسانية الكثير الكثير على مدى عقود من التاريخ. أدعو معالي الأمين العام السيد أحمد أبو الغيط الذي تكرم على هذه الدورة بالرعاية إلى إلقاء كلمته، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور إبراهيم أبو زكري رئيس اتحاد المنتجين العرب، السيدة الإعلامية فاطمة بن حوحو رئيس لجان التحكيم لمونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلام، السادة الحضور، يسعدني أن أرحب بكم في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمناسبة افتتاح فعاليات الدورة الخامسة لمونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلامية. وشعار هذه الدورة رؤية موحدة نحو إعلام وفن عربي جديد، يعكس بالفعل الهدف الذي ننشده في إعلامنا، بمعنى أن تكون هناك رؤية موحدة جامعة تحدد وجهته وترسم غايته، وأن يصير هذا الإعلام جديدا في شكله ومضمونه في خطابه وأدواته. لقد صار الإعلام بوسائطه المتعددة ركنا أساسيا في الواقع العربي الحالي، إيجابا وسلبا، إضافة وخصما. ففي ظل نظم تعليم لا زالت للأسف ضعيفة ويعتريها التدهور، وفي ظل معدلات قراءة متدنية، فإن الإعلام المرئي والمسموع يسهم أكثر من أي وسيلة أخرى في تكوين وجدان الإنسان العربي وتشكيل رؤيته لذاته وللعالم المحيط به. ليس هذا الأمر جديدا على منطقتنا التي شهدت منذ ستينات القرن المنصرم ثورة في الإعلام الجماهيري أفرزت حالة سياسية وثقافية اجتاحت العالم العربي من أقصاه إلى أقصاه. الإذاعة والتلفزيون زحفت إلى كل البيوت حتى صارت منابر رئيسية لتشكيل الرأي وصناعة الوعي العام. ربما حان الوقت لنقيم هذه التجربة بحياد وموضوعية، وأن نسأل أنفسنا إن كان هذا الإعلام الجماهيري قد أسهم حقا في تقدم الأمة ورفعتها أم لعب دورا في عرقلة حركتها. ظني أيها الحضور الكرام أن نتيجة التجربة جاءت مختلطة ومركبة، فيها من النقاط الإيجابية كما فيها من السلبيات والمثالب. الإعلام الجماهيري خلق بلا شك حالة من الوحدة والتجانس عبر المنطقة. صار الأهل في المغرب في مراكش يتفاعلون مع قضايا الإخوة في اليمن وفي عدن وفي غيرها على سبيل المثال، والجميع بالطبع يتفاعلون مع القضية الفلسطينية. وربما يذكر أبناء الجيل الأكبر بيننا أن التلفزيون المصري، وأنا منهم بالتأكيد، كان أول بث له هو نشيد وطني حبيبي الوطن الأكبر للموسيقار محمد عبد الوهاب، وكان ذلك في 21 يوليو 1960. على أن هذه الحالة من الوحدة والشعور القومي الجامع
لا تنفي أن إعلامنا العربي ظل في مجمله إعلاما تعبويا هدفه الأول الحشد الجماهيري والسياسي، أما التنوير والثقافة فقد حلت دائما في مرتبة ثانية أو تالية. أقول هذا لا في معرض النقد لتجربة لها ما لها وعليها ما عليها، وإنما بغرض استلهام دروس الماضي والوقوف على مواطن الضعف وعناصر القوة في إعلامنا العربي. إن دور الإعلام ينحصر في رأيي في محورين بالغي الأهمية: بناء الإنسان وتعزيز تجانس الأوطان. وبناء الإنسان له الأولوية والسبق. علينا أن نقف اليوم ونسأل أنفسنا إن كان الإعلام العربي قد نجح في القيام بهذه المهمة الكبرى والاطلاع بتلك الأمانة الثقيلة، أمانة بناء الإنسان. إن بناء وجدان الإنسان لا يكون بالإعلام التعبوي، كما لا يكون بإعلام التراشق السياسي أو الحشد الجماهيري فقط. الإعلام غايته الأولى تربية العقل الناقد، تنشئة الوجدان الحر، غرس الشعور الوطني الصادق. مهمة الإعلام أن يربي في الناس ملكة التفكير لأنفسهم أن يفتح أمامهم مجال السؤال، لا أن يحشو عقولهم بالإجابات المعلبة والمحفوظة. والسؤال: هل يبث إعلامنا هذه القيم؟ هل يضع نصب عينيه تلك الأهداف؟ لا أجد في منتهى الأمانة غضاضة في مصارحتكم، وأنتم تمثلون حشدا مختارا من أهل التخصص في الإعلام وأهل الصناعة في الإنتاج الإعلامي، بأنني في واقع الأمر قلق على واقع الإعلام العربي المعاصر. كثيرا ما ألاحظ أن القسم الأكبر من إعلامنا صار مسرحا للتجاذب والتراشق السياسي. كثيرا ما أرصد حضورا مكثفا للنعرات الطائفية والتحريض. كثيرا ما أرى غيابا للمعلومة الدقيقة وتغييبا للنظرة الموضوعية المحايدة. كثيرا ما أشعر أن ثمة وسائل إعلامية تهاجم المواطن العربي وكأنها في حالة مؤامرة على عقله ودماغه. كثيرا ما أشعر أن هذا المواطن يعاني حالة من البلبلة والتشوش والاستلاب لعقله ووجدانه من أثر هذا الهجوم المكثف المتواصل الذي يستهدف شحن العواطف وتحفيز النعرات دينية كانت أم مذهبية. لا أود ومنتهى الأمانة أيضا أن أقع في خطأ التعميم أو الكلام المرسل، ففي الإعلام العربي منابر نفخر بها جميعا، والحضور الكريم واتحاد المنتجين العرب خير من يمثل هذا المنح الجاد والمهني. إلا أنني أحذر بصوت مسموع من خطورة إعلام التطرف والشحن المذهبي الذي أوصل بعض دولنا إلى ما صارت إليه من احتراب أهلي وصراع مذهبي غريب على هذه المنطقة الغنية بتراث ثقافي طويل عنوانه التسامح والسماحة والعيش المشترك. إن إعلام الشحن والطائفية هو إعلان بغيض، إعلام مضلل وقبيح. الذين يمارسونها عبر شحن الرؤوس بالأكاذيب والضغائن يمهدون الطريق لهؤلاء الذين يرفعون السلاح في وجه الناس ويشعون الفوضى في المجتمعات. خطورة الكلمة من خطورة السيف، بل هي في أحيان كثيرة أشد وطأة وأبلغ أثرا. إن الإعلام الذي ننشده هو إعلام جامع ينشر الوعي ويحتضن الاختلاف، يتبنى التعريف بالآخر ولا يحرض ضده، يحتفل بقيم العيش المشترك والتسامح المجتمعي. وأنني أدعو هذا الحشد الرائع إلى اعتبار تلك القيم دستور عمل للإعلام العربي في المستقبل، إذا لم يعد هذا من قبيل الرفاهية بل من صميم الحفاظ على الأمن القومي العربي الذي تتهدده النعرات الطائفية والخلافات المذهبية. من هذا المنطلق
فإن الأمانة العامة لجميع الدول العربية تحرص على كل الحرص على دعم العمل الإعلامي العربي المشترك الذي يتبنى هذه القيم عبر بناء الجسور والاحتفاء بقيم التنوع والتعدد. ولعل رعاية الجامعة لهذا المنتدى واجتماعنا اليوم الذي يضم مهرجان القاهرة للإذاعة ومهرجان القاهرة للتلفزيون ومنتدى القاهرة للإعلام والاستثمار وغيرها من الفعاليات الإعلامية والثقافية المتميزة، أقول لعل رعاية الجامعة لهذا المنتدى هي خير دليل على اهتمامنا الأصيل بتبني رؤية إعلامية جديدة متجددة تكون على مستوى التحديات الخطيرة التي تداهم مجتمعاتنا العربية في اللحظة الراهنة. أود التعبير عن خالص التقدير لاتحاد المنتجين العرب وجميع القائمين على تنظيم هذا المونديال على جهودهم في إنجاح فعالياته، وأتمنى لأعمالكم التوفيق والسداد. وأستأذنكم أنني لن أبقى معكم كثيرا لأنني سوف أسافر إلى مهمة في الكويت في خلال أقل من ساعتي زمن. شكرا جزيلا.